شاء الله. شوف السد احنا ما جانا في الديره الا رش مطر، رش مطر، لكن السد جاء تقريبا حول ما ينتهي. هذا سد خيخي. اليوم وش هو الاثنين؟ 14/3. اليوم 14/3 يوم الاثنين في ثيثي اليوم قبل المغرب. هذا السد فيه تقريبا باقي نص متر او اقل من نص متر ينتري ثيثي، ما جانا الا رش. هذه جايه من شعبان قدام، شوف رفيقك هناك، شوفهم كاشتين هناك. يلا عبد الله، هذا السد شوفهم هناك اللي يمشي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله شيء ما توقعنا، سبحان الله ما توقعنا. لين علمنا واحد ترى يمشي اللي هناك السد، جاي من فوق الوادي من هناك. الحمد لله شيء طيب، مساكم الله بالخير جميعا. هذا اللي فوق السد الوادي. اليوم الاثنين كم التاريخ؟ 14/3/1441. الحمد لله. طبعا الديره ما جاها الا رش، لكن هذا يمشي الساعه 4:30 تقريبا الان. هذا هو يمشي، وهذا فيصل بن عبد الله اخوي، وهذا انا عشان تشوفون السير وهو يمشي. ها السير الساعه 4:30. الغريب في الامر انها سبحان الله جانا في الديره رش خفيف، السحابه ضربت علو الوادي وجاء. يا الله من فضلك، والله احنا مشتاقين لك يا ابن الحلال، مشتاقين لك. يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا بالسيل ومن جابه. نروح ذاك ندور شلالات، يلا. ما شاء الله لا اله الا الله. طبعا هو يمشي من الساعه 1 تقريبا ونص الظهر لحد الان. واحد خلنا نملك الشاطئ هذوليك في الخرائط، و كلمناه وارسل لنا المقطع، ما صدقنا والله ولا عندنا نيه. وهذا هو يمشي مثل ما انتم شايفين رايح للسد، هذاك السد هناك، سد ثيثيه هذاك السد في طق، يعني بنتري بيصب الليل تقريبا. الحمد لله على هالرزق اللي جانا، اللهم لك الحمد لك الشكر. كل شيء الله يوسع الصدر، السيل هذا يوسع الصدر وينبسط الواحد. الله يجعلها ان شاء الله عطاء خير وبركه، ويعطينا المزيد ان شاء الله من الغيث، امين. هاي فيصل، تمام؟ اكيد عليك الحق، عليك انت. انا قال الفيصل ان كان يمشي اوكي، فانا قال ما ابي منك الا بريد شاي. قلت ان كان مو ماشي طيب يا فيصل، قال اعطيك كرتون شاهي النهرين وغلبني ويستاهل بدل البريد 5. خلاص يلا بداية الحين، يلا ها الحين نزين الشاهي على هالمغدر ونوسع الصدر، اللهم لك الحمد على هالسيل. هذا حنا نصورك الحين ما شاء الله، وطالع مش ملحك. ها يلا ها، هذه صورة لك. تمام ها، شوفوا طلعنا شوي علو الشعيب، اسمعوا ما شاء الله. هذا علو فوق، طبعا يمشي من الساعة 1:30 ولا درينا، اما مشاكوي انا جانب ابن حلال وعلمنا، والله يرجع فيه ما قصر. هذا الممشى، هذا فوق السد حق ثيثي مرة شوي. هذه كثيث شوفوها، هذا السد، حنا ورا السد على طول. ثيثية الله يرزقها، ان شاء الله يرزقنا الله ويجيب الله خير ان شاء الله. اللي عند الله قريب ان شاء الله. يا سلام.
سيلنا في ثيثة اللهم لك الحمد، سالة علو الشعبان اللي من فوق الديرة ما قال رش خفيف الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. هذه جلستنا في هذا عند الشعيب اللي يمشي الآن. يلا أبو مهند هذا الشباب بن فايز يلا حية شلونك؟ الله ساتنا مبروكة، هذول اللي علمونا بالسيل جزاهم الله خير. وهذه هالضوية يبي بس من هذا أبو مهند أجي صور ما شاء الله ما شاء الله مزبوط على الصورة إن شاء الله. خلاص تعال هذه جلستنا في هذا عند الشعيب اللي يمشي الآن. يلا أبو مهند هذا الشباب بن فايز يلا حية شلونك؟ هلا والله الله ساتنا مبروكة، هذا اللي علمونا بالسيل جزاهم الله خير. وهذه هالضوية يبي بس من هذا أبو مهند أجي صور ما شاء الله ما شاء الله مزبوط على الصورة إن شاء الله. خلاص تعال هذا أنا أتوضأ المغرب الآن لصلاة المغرب، أتوضأ من المطر من السيل السيل حق ثيثي اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب اللهم لك الحمد على هالخير اللي جانا يا الله لك الحمد. تراه يمشي من الساعة من واحدة ونص يمشي ولا ثنتين؟ من واحدة ونص يمشي لأني أشوفه هناك الشعيب قال ولا محل السيل سبحان الله مرتفع على الشعيب. وهذه كثيثية الله يجيب الخير إن شاء الله أبدك أبدك عليه إن شاء الله. هذا أبو وليد يتوضى صلاة المغرب، هذا إحنا نتوضى السيل حق ثيثي ويمشي ويمشي يمشي سيل ثيثي اللهم لك الحمد نصلي صلاة المغرب اليوم من الله سبحانه.